الإعلام ولا القطاع الخاص. ما غاديش نهضروا هو غادي التدهور ديالنا اليوم فتح حماد غتكون كذلك ارساف احتجاجا على هذا الخط السافر الحريات النقابيه. مكاتب النقابيه ما كتحسس ما كتعطيناش الوصولات، بينما مكاتب كتحسس في المقاهي ولا في الصناقير الوسط اللي كتعطينا ب 24 ساعه. هادشي اللي ما غاديش نقبلوه وما غاديش نقبلوه وطنيا، وما نطولش عليكم. اليكم الان كلمه الامانه الوطنيه للاتحاد، الاتحاد المغربي للشغل، خطاب الاخ الامين الاخ امين وديمقراطيك الامين العام للاتحاد المغربي للشغل فتح ماي 2018. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي اخواني، نلتقي في هذه الذكرى العمانيه المجيده، نلتقي من جديد لتخليد عيدنا العالمي فاتح ماي 2018 بنفس العزم والحماس والتطلع الى مستقبل افضل. نلتقي لنجدد عهدنا ونؤكد تلاحمنا وتضامننا ووحدة صفوفنا ولنستعرض مطالبنا وانتظاراتنا ونعبر عن مواقفنا ورفضنا لكل التراجعات والهجمات التي تمس حقوقنا ومكاسبنا، متشبثين بمنظمتنا العتيدة، ملتزمين بقيمها السامية، ومعتزين بتاريخها المجيد. نحن الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها المهنية، والموظفون والمستخدمون والأطر، نحن الأجراء، نساء ورجال من مختلف الأجيال وعبر كل جهات وأقاليم البلاد، نلتقي من جديد لنحتفل بعيدنا الأممي ونفرح في صفوف مترصة وحشود منظمة. وجودنا كقوة اجتماعية لها كلمتها وحضورها ومشروعها المجتمعي المناهض للاستقلال ولكل أشكال التمييز والتسلط الطبقي. مشروع مجتمعي صامدة صامدة للاتحاد مناضلا، صامدة صامدة للاتحاد مناضلا، صامدة صامدة للاتحاد مناضلا، صامدة صامدة للاتحاد مناضلا، صامدة صامدة للاتحاد مناضلا. فاتح ماي الذي يمثل لنا نحن الطبقة العاملة المغربية لحظة للاحتفال والاستحضار حصيلتنا النضالية، هو كذلك محطة نتعاهد خلالها على استمرارية تشبثنا بالمبادئ والقيم لمنظمتنا النقابية العزيزة، ونؤكد وفاءنا بكل تفان وإخلاص بكل التزاماتنا النقابية والاجتماعية والسياسية، والتي في طليعتها موقفنا الثابت من قضية وحدتنا الترابية. أخواتي إخواني، إن تخليدنا لعيدنا الأممي يتزامن هذه الأيام مع استفزازات جديدة من أعداء وحدتنا الترابية الذين يحاولون بالدسائس والمؤامرات زعزعة الاستقرار الذي تنعم به المنطقة. فخلال الأيام الأخيرة تعيش بعض المناطق العازلة على إيقاع تصعيد استفزازي خطير في خرق سافر للشرعية.